اسأل أكثر. مشاهدين الكرام، طاب توقاتكم. مع تواصل تقدم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني على محاور القتال جنوب العاصمة الليبية طرابلس في اتجاه مدينة ترهونة، تستمر الاتصالات الدولية الساعية حسب البيانة الرسمية لوقف الأعمال القتالية ودفع الأطراف المتحاربة مجددا نحو المسار السياسي. آخر المبادرات كانت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أكد على استمرار التعاون لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة. بيان القيادتين جاء بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج في اتصال هاتفي معارضة واشنطن لاستمرار مستوى تدفق الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها إلى البلاد. ما هي دلالات توقيت التحرك الأمريكي؟ وهل تنجح هذه الاتصالات الدولية في وقف التصعيد على الأراضي الليبية؟ قبل بدء نقاش اليوم، أدعوكم مشاهدينا ومتابعينا عبر صفحتنا في تويتر إلى المشاركة من خلال الإجابة على سؤال اليوم كما يظهر على الشاشة: هل يستطيع التحرك الأمريكي إعادة أطراف الصراع الليبي إلى المسار السياسي؟ إذا الحوار اليوم مرحب بضيفي الكريمين من إسطنبول الصحفي والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري السيد بشار جرار. رحب بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد بشار. كيف يمكن قراءة هذه الاتصالات الأمريكية يعني مع أنقرة ومع حكومة الوفاق في طرابلس، خاصة ما يرتبط كما أشرت بموقف بومبيو؟ هو أعرب عن انزعاج خلال اتصاله مع السيد فايز السراج من مستوى تدفق الأسلحة إلى حكومة الوفاق. ما دلالة هذه الاتصالات ومضامينها؟ أخي محمد، شكرا على الدعوة الكريمة. أهلا وسهلا. أيضا بالزميل من تركيا، وأقول مالي أن الموقف الأمريكي واضح منذ بدايات الأزمة الليبية، واهتمام الإدارة الأمريكية الراهنة في ليبيا تحديدا أيضا واضح منذ بدايات خوض الرئيس دونالد ترامب للمعركة الانتخابية. ليبيا فيما يخص واشنطن وتحديدا الخارجية الأمريكية، هناك دماء، هناك دماء للسفير الليبي الأمريكي في ليبيا التي سفكت على يد الإرهاب في ليبيا. هذا الشأن لا يمكن أن ينسى لدى صانع القرار في واشنطن في إدارة ترامب تحديدا، لا دبلوماسيا ولا استخباريا، وأيضا الدولة التي لعبته الإدارة السابقة إدارة أوباما وتحديدا هيلاري كلينتون، فيما أدى إلى يعني تدهور الأوضاع في تركيا في ليبيا إلى هذه الدرجة. أيضا مسألة لا تنسى، الآن الدور التركي تحديدا الذي ساهم في العديد من الملفات ما عرف بالربيع العربي، الإدارة الأمريكية الراهنة تعارض من حيث المبدأ، أسلمت ومحاولة الإقحام السياسة والدين عنوة عبر أطراف خارجية وتمكينها بالحكم. بالتالي الموقف الأمريكي معارض كليا للتوجه التركي من جهة، ومعارض أيضا للسماح بأن تكون ليبيا قاعدة للإرهاب الإسلامي أولا وقاعدة للنفوذ التركي ثانيا. هذه خطوط حمراء بالنسبة لواشنطن. هل يفهم من هذا أن واشنطن تقف إلى جانب المعسكر الآخر سيد بشار؟ نعم. طب هل يفهم من هذا أن واشنطن تؤيد المشير خليفة حفتر؟ هل هناك موقف أمريكي واضح أم ارتباك كما يقول البعض عندما يقرأ الموقف الأمريكي تجاه المشير خليفة حفتر؟ يقال أن هناك ارتباك. أبدا لا يوجد ارتباك في هذه المسألة. يعني أنا شخصيا أرى الموقف الأمريكي والروسي في غاية الوضوح، وإن كان هناك في بعض الأمور الرمادية كما هو الحال في موضوع المسألة السورية، ولكن تحديدا في المسألة الليبية هناك إجماع روسي أمريكي على رفض أن تكون ليبيا ساحة للإرهاب، ورفض أن تكون ليبيا موقع للنفوذ التركي الذي يتغلغل ويحاول إعادة العثمانية الجديدة. هذا الأمر مرفوض أمريكيا وروسيا. الميزة الأمريكية لهذا الموضوع هو أنها تعود دائما إلى ما تم الاتفاق عليه بمؤتمر برلين، ومؤتمر برلين من يخالفه في الصميم هو أردوغان
الذي حول مرتزقة إرهابيي سوريا حولهم الطائرات الخضراء من سوريا إلى ليبيا، مما أفقده أي مصداقية أو وزن حتى في ناظر الخارجية الأمريكية. سيد فراس، أرحب بك مجددا وأسأل إن كانت تركيا يعني بالنظر إلى هذه الاتصالات، اتصال بين الرئيسين ترامب والسيد أردوغان، وأيضا تصريحات من بومبيو حول تدفق الأسلحة إلى حكومة الوفاق، هو لم يتحدث عن الجانب الآخر، ركز على حكومة الوفاق، هل تجد أنقرة نفسها معنية بهذا الموقف الأمريكي؟ وهل كان يعني دعم أنقرة لحكومة الوفاق هو مضمون ربما هذا الاتصال الجديد بين ترامب وأردوغان؟ أولا كل عام وأنتم بخير لك وللضيف الكريم ولكل المشاهدين. حقيقة الموقف الأمريكي أنا أختلف نوعا ما مع الضيف الكريم من أمريكا. لا، هناك كانت تعاون كبير أمريكي تركي في المسألة الليبية لإيجاد توازن قوى بين الطرفين، هذه النقطة أولى. والنقطة الثانية أي التعاون العسكري بينهما أي الأمريكي التركي ليس فقط في ليبيا بل في عدة مناطق، ولماذا قالوا سوريا وهناك أيضا الملف في البحر الأسود والمتوسط، كثير من الأمور، لكن الآن ربما الساحة أو الملف الأسخن الملفين طبعا الليبي أولا ثم السوري فيما بعد. بالنسبة لتركيا والاتفاقية بين الطرفين، أيضا هذه اتفاقية لم تكن مخفية، ذكرت التفاهم الاثنتين مع الحكومة، لذلك لا أعتقد أن فيها حرج بالنسبة لتركيا ولا حتى على الصعيد القانوني. لكن الوزير بومبيو عندما يتكلم سيتكلم طبعا مع الحكومة المعنية، هناك حكومة في ليبيا فيتكلم مع الحكومة المعنية. النقطة الرابعة مهمة جدا، لا يوجد شيء اسمه الإرهاب الإسلامي، هناك إرهاب لا دين له، هذه نقطة جدا مهمة. أيضا كل الدول لا تسعى تحارب الإرهاب، إذا من يحارب الإرهاب؟ إذا كنا سنبقى في ما يسمى تركيا تدعم الإرهاب وفلان يدعم الإرهاب، هذا كلام كله لا يفيد. هناك دائرة استخبارات عالمية كبيرة هي التي تعلم كل هذه الأمور وتحارب الإرهاب بشتى أنواعه. حتى مصر مثلا لا تريد إنشاء مجموعات راديكالية كائنة من كان، لذلك أيضا يضر في أمنها، وتونس والجزائر وبعد ذلك أوروبا بشكل عام. إذن الكل متفق على هذه النقطة، ربما هي كانت نقطة الانطلاق، لكن صراع المحاور الذي وجد في ليبيا غير كثيرا بين الأمور، ولذلك أعتقد أخيرا في عجالة سيكون هناك توافق في مسائل عدة، منها السلاح في ليبيا كيف سيكون، لأن أيضا الشرق الليبي معروف أنه مفتوح تماما على السلاح. طب ما يتعلق بهذه النقطة يعني بالضبط، هذا ما أود أن أسأل عنه سيد فراس، يعني لماذا تحدث بومبيو عن السلاح في الغرب ولم يتحدث عن السلاح في الشرق، وتحدث عن تدفقه إلى حكومة الوفاق لم يشير إلى حفتر، ألا يعني ذلك أنه يتحدث عن تركيا إن كان هناك هذه التوافق كما أشرت في المواقف الأمريكية التركية؟ أعتقد أن هناك دور سياسي بين الخارجية الأمريكية، يعني قبل أسبوع الماضي على ما أذكر السفير الأمريكي في ليبيا قال أن تواجد عناصر الفاغنر الروسية مثلا هذا قرار غير مسموح وغير مقبول به وغير قانوني وإلى آخره. الآن يعني هناك رسالة إلى الطرف الأول، الآن السيد بومبيو يعطي رسالة إلى الحكومة الليبية، لأن لا ننسى أن أيضا الطرف الثاني أي من يدعم المشير حفتر هم أيضا حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، إذن هناك صراع بين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في نقطة اسمها ليبيا، لذلك أعتقد أن الخارجية تريد أن تسيطر على الوضع السياسي الآن هناك بشكل عام، لأن التوتر واضح أنه بدأ يزيد. يعني قبل قليل أعتقد كان هناك رسالة من مشير حفتر يطلب من عناصره ضرب كل ما تواجد تركي أو مصالح تركي أو ما شابه ذلك. إذن هناك تصعيد، هذا تصعيد خطير، إذا زاد التصعيد ستزيد تركيا، ستزيد أيضا المحور التركي، لأن تركيا أيضا المحور التركي. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضبط هذا الصراع. طب سيد بشار، ما يتعلق بالموقف الأمريكي أيضا يعني ونحن نحاول أن نفهمه، هناك من يقول بأن واشنطن من خلال تدخلها في هذا التوقيت الآن بالنظر إلى معطيات الميدان تسعى إلى وقف العملية عند هذا الحد، لا تسعى ليتدهور لأن يحصل انكسار أو تدهور في معسكر الشرق، ولا تريد أن يتمكن أيضا من الهيمنة على العاصمة طرابلس. عزيزي يعني هي كلمة جوهرية تفضل فيها أخي فراس من تركيا بأن محاربة الإرهاب المطلق، أنا أتفق معه بهذه المسألة. وبالفعل هناك لو افترضنا يعني افتراضيا بأن هناك دائرة استخبارية واحدة تتعامل مع كل ملفات
مكافحة الإرهاب في العالم، أعتقد أنها لن تخلو من الاهتمام بالساحة التركية، وهذه هي عقدة المشكلة في تركيا. المشكلة في تركيا مركبة، لأنه هي كما أسلفت هي نعم إرهاب نعم إسلامي وتحت ثلاثة خطوط، وهي أيضا توغل تركي عثماني في الإقليم، هذه مسألة أخرى. هناك أيضا مساس في خطوط الطاقة، موضوع النفط والغاز، موضوع الشرق المتوسط، هذه مسألة ثالثة. المسألة الرابعة الخطيرة جدا أيضا أن كل ملفات المنطقة المتشابكة، من موضوع صفقة القرن، لا مستقبل سوريا السياسي، لا مستقبل ليبيا وشمال أفريقيا، كلها حلقات مرتبطة بتوجه أمريكي عام إلى المنطقة. الموقف الأمريكي يستند في الأساس في ظل إدارة ترامب على الانفكاك والانسحاب من الشرق الأوسط، بما لا يترك ساحة لأي قوة إرهابية تتمدد في نفوذها. ومن هنا كان تأكيد بومبيو على أن مسألة إيران يجب أن تخرج من سوريا، أنه لا بد من التأكد بأن داعش لن تستطيع أن يعني تعود للظهور مجددا. وبطبيعة الحال مرة أخرى أذكر السفير الأمريكي الأول في تركيا في ليبيا المحررة بما سمي بالربيع العربي قتل بإرهاب إسلامي فرعاه دوائر تستضيفها تركيا. حتى الآن الإخوان المسلمين الذين الآن أزعجهم مجرد مسلسل رمضاني عن الاختيار عن معركة الإرهاب في مصر التي يعني ديولها أثنابها موجودة في مصر لكن رؤوس الأفاعي موجودة في ليبيا، يعني أفردوا حلقات وندوات حتى يهاجموا حتى الدراما المصرية التي تصدت للإرهاب الذي تستضيفه ليبيا وترعاه تركيا. هذه حقائق يا عزيزي لا تنساها الإدارة الأمريكية، ومن هنا حرصها الأكيد هو أن يتم فكفكة وحلحلة هذه العقد قبل التوجه إلى حل سياسي عنوانه الكبير كان في برلين، وأول مقدماته هو أن تكف تركيا عن إمداد أطراف السلاح وأي أطراف أخرى بالعتاد الذي يؤجج من هذا الصراع الدامي. وكل يعلم أنه حرب ليست فقط ليبيا ليبيا، وإنما هي مناطق نفوذ تحاول تركيا أن تفرضها بالقوة على. طب لماذا لا يبدو الدعم الأمريكي سيد بشار، لماذا لا يبدو الدعم الأمريكي أو الموقف الأمريكي واضحا من معسكر الشرق؟ هناك من يتحدث عن ارتباك، عن كون ارتباطات هذا المعسكر الشرقي بقوة دولية أخرى، بقوة دولية أخرى يدفع واشنطن لأن لا تكون حاسمة. أخي محمد لا يوجد ارتباك على الإطلاق، ومن هنا أعيد وأؤكد أنني أفهم الموقف بالذات الروسي والأمريكي، لأن كل من ينتقد الموقف الأمريكي في ليبيا يوجه من المعسكر الآخر نفس الانتقاد للموقف الروسي. روسيا وأمريكا شئنا أم أبينا هما القوتان الأكبر والأهم على مستوى ساحات الشرق الأوسط الملتهبة. الدور الأوروبي تراجع، الدور الأوروبي في نكوص، الوحيدين الموجودين على الساحة الآن هم الروس والأمريكيون، وكلاهما لن يسمحا لليبيا أن تتحول لا إلى قاعدة إرهاب. نعم لكن الموقف الروسي واضح، يعني على الأقل يعني كما هو معلن من الخارجية، يعني الموقف يقول أن موسكو تقف على ذات المسافة من طرفي الصراع، وأن موسكو تدفع دائما نحو الحل السياسي. هذا ما يتحدث عنه الجانب الروسي. طب إذا سمحت لي ودنا ننتقل للسيد فراس، يعني الأسأل عن تركيا، يعني هل هذا التوجه الأمريكي لكبح تقدم قوات الوفاق المدعومة تركيا كيف سوف تتفاعل معه تركيا؟ هل سوف تتجاوب مع هذه المساعي الأمريكية أم أن المعلن يعني يجري الحديث عن التقدم نحو الجفرة والمزيد من النقاط على الميدان؟ هل سوف تدعن تركيا أم سوف تمضي في إمداد القوات على الأرض بالمزيد من الدعم العسكري واللوجستي لتستمر في التقدم؟ هناك نقاط مهمة جدا في هذا السؤال. النقطة الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تركيا، يعني أنا لا أتفق على أن تركيا لا تدعم تركيا. ربما هذا الخطاب السياسي كما قلت فقط لضبط الأطراف نوعا ما، لأنها أمور سياسية، ولكن أمور أخرى لا أعتقد ذلك. أيضا بالنسبة للدعم التركي للحكومة الليبية دعم قانوني ودعم حقيقي، هناك عدة أسباب كثيرة لن ندخل فيها، لكن الطرف الثاني يعتبر غير قانوني نهائيا ولا بأي صيغة. حتى فرنسا نفسها التي تدعم حفتر وتوجد قواتها في ليبيا حتى الآن تقول الحكومة الشرعية المعترف عليها دوليا في وسائل إعلامها وحتى في الجرائد. إذن هناك أمور قانونية، ولكن هناك محاولة انقلاب
هذه محاولة الانقلاب هي تهديد لمصالح كثير في هذه المنطقة، طبعا منهم تركيا لأن هناك توافق إسرائيلي يوناني فرنسي وأيضا مصري في هذا السياق لإخراج تركيا من كنوز كما يقال الشرق المتوسط، وهذا مفتاح الكنوز هذه ربما كانت ليبيا التي عقدت مذكرتي تفاهم مع تركيا. أيضا بالنسبة للسفير السابق الذي قتل، الشكل جماعات إسلامية ولكن هناك عمل استخباراتي خلفه، وإلا لماذا تعاونت القوات البنتاغون الولايات المتحدة الأمريكية مع حكومة الوفاق لمحاربة داعش ومحاربة الإرهابيين هناك؟ إذن ليس لها علاقة الوفاق أعتقد في هذا السياق، وإلا لما تعاونت السي آي إيه وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية معهم في الحرب ضد الإرهاب في ليبيا. أيضا نقاط كثيرة في 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 ليبيا، هناك توازن أيضا، يعني لا ننسى أن هناك طرف آخر الجزائر مثلا، تونس، أيضا مصر في هذا الطرف، هناك نقيضان إقليميان على ليبيا. أيضا نقطة ثالثة، هناك أيضا توجه في المنطقة العربية، هذا لا يمكن إنكاره، توجه سياسي ممكن أن نقول عنه إسلامي بين قوسين، وتوجه آخر ممكن أن نقول عنه غير إسلامي قومي أو ما شابه ذلك. ربما الإسلاميون نعم يجدون دعما من تركيا لأن التوافق الفكري بين الطرفين بأن المنطقة كلها تحتاج أن تكون متعاونة أكثر ضد التدخلات الخارجية. الطرف الثاني يعتبر أن تركيا لا هي أجنبية ولا يمكن القبول بها. إذن كثير من الصراعات، أيضا لماذا توجد قوات فرنسية هناك، لماذا توجد قوات أجنبية هناك؟ إذن أعتقد المسألة الليبية خرجت عن سياق الصراع الأحادي، هي صراع محاور واضح في هذه النقطة وصراع مصالح فيها. طب بشأن الوضع على الميدان الآن، هل سوف تستمر تركيا في دعم هذا التقدم أم يمكن التوقف عند هذا الحد بالنظر إلى هذا الموقف الأمريكي؟ هل سوف تسعى لتحقيق المزيد من السيطرة على الأرض؟ يعني لاحظ كل الخطابات الرسمية التركية لم تتوجه باتجاه الشرق الليبي، لأنه معلوم أن هناك ثقل عسكري وثقل سياسي وحتى أقليمي من مصر على الأقل إضافة إلى داعمها، هذا معروف. إذن هنا تبدأ الحل السياسي، لكن بعد استرجاع ممكن حتى لا أعلم هل مدينة سرت قد يصلون إلى تلك المدينة مثلا، لأن نعلم قبل فترة وجيزة وصل المشير حفتر إلى سرت، كانت يعني فترة طويلة خارج المدينة. إذن هناك واضح أن هناك رسم لخط نصفي أو منتصف في مسألة ليبيا لتوازن القوتين، هذا أعتقد ما تسعى إليه، ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت لي توازن الكفتين في هذه النقطة، لكن بعد ذلك لابد من الحوار السياسي، لكن متى سيبدأ؟ هذا تحتاج إلى ضغط إقليمي ودولي بشكل كبير. هذا سؤال القادم للسيد بشار، يعني نتابع تصريحات، نتابع اتصالات، يعني مثل اليوم بين ترامب وأردوغان، قبل ذلك بين أردوغان وبوتين، وأيضا على مستوى وزراء الخارجية. يعني هل هذه التحركات بالزخم المطلوب، أسأل هنا عن الجانب الأمريكي، هل هذا التحرك الأمريكي بالزخم المطلوب للدفع نحو عودة أطراف الصراع للعملية السياسية؟ نعم عزيزي، قطعا الجواب نعم. وفي عديد من الملفات الرئيس الأمريكي تحت جائحة كورونا يعني تحدث عن أولويات كثيرة سيعاد النظر فيها، بما في ذلك بند المساعدات الخارجية، وليس فقط القوات الأمريكية التي رفض أن تلعب دور الشرطي وقوات حفظ السلام في الإقليم كله. وبالتالي نعم هناك دفع باتجاه العديد من الملفات، الموضوع السوري وقانون قيصر، موضوع حرب اليمن، قضية ليبيا، كلها ملفات يعني واضح القاسم المشترك الأعظم فيها أن هناك دفع باتجاه منع التصعيد عسكريا من جهة، وفي المقابل الدفع بالأجندة السياسية إلى الأمام حتى يتفاوض الفرقاء ويتم التوصل إلى حل مستدام سياسيا. هذه هي الكلمة السحرية فيما يتعلق في فهم ترامب ونظرته إلى السياسة الخارجية الأمريكية. بالنسبة لترامب سيد بشار، يعني بهذه النقطة، يعني البعض يقول بأنه يعني ليبيا ليست على أجندة ترامب الآن، هو مشغول بالصين، مشغول بكورونا، ليبيا ليست أولوية في الأجندة الأمريكية الآن. لا أبدا، لا، هذا طرح يعني مع كل الاحترام سطحي، لأن الأمور لا تؤخذ هذه مقابل تلك. الأولوية هي الآن نعم رقم واحد التركيز على الداخل، ما بعد كورونا هناك تركيز على احتياجات سياسية اقتصادية أمنية أمريكية في الداخل، هذا يستلزم تركيز المعركة الآن نحو الصين، والصين من ضمن يعني الأبعاد التي تشتبك فيها العلاقات الأمريكية الصينية هي البعد الاقتصادي العالمي وموضوع الطاقة، وهذه مسألة في صميم خصوصية الوضع في ليبيا.
لا يعني لا يغفل لا الرئيس ترامب ولا حتى سلفه باراك أوباما على اختلاف وتباين موقفهما بأهمية الساحة الإفريقية في موضوع محاربة الإرهاب وموضوع أيضا الأمن، أمن الطاقة والأمن المائي. وبالتالي الرئيس ترامب ينظر مثلا لقضية المياه وسد النهضة في موضوع المصري الإثيوبي تماما كما يرى أنه لا يمكن السماح بأن تسرق ليبيا من الإقليم لا لصالح النفوذ الصيني ولا قطعا للنفوذ التركي. وهنا اسمح لي في كلمة للأخ المحترم من اسطنبول، أقول أن العلاقة الأمريكية التركية فيما يتعلق في العضوية الناتو نعم هي علاقة محترمة ودائما يتم مراعاة المصالح المشتركة، ولكن مشكلتنا يا عزيزي هي بتركيا أردوغان. أردوغان قضى على الدولة التركية، قضى على العلمانية التركية. أردوغان خطر على القوم، الأمن القومي التركي. أنا لو كنت مواطن تركي لخرجت في التظاهرات منددا لهذا الحكم الذي خطف تركيا وحولها إلى مجرد إمارة لتنظيم الإسلام. كي نعود للموضوع الأساسي ما يتعلق بليبيا، سيد فراس، يعني الدور التركي الآن فيما يتعلق بالمسار التفاوضي، هل يمكن أن نرى يعني تفعيلا تركيا على الأقل لما يأتي في البيانات الرسمية؟ عندما تتحدث تركيا في اتصالاتها مع ترامب أو مع بوتين يقول أردوغان أنه يسعى لدعم العملية السياسية، هل يمكن أن نرى ذلك بالملموس على الأقل بعد ما تحقق الآن على الميدان؟ يعني أتوقع الآن اللعبة بدأت بالعكس. يعني عندما كان الاجتماع في برلين نعلم أن انسحاب المشير حفتر وبعد ذلك توغل أكثر باتجاه طرابلس، الآن نفس الفكرة لكن بالعكس، أن هناك دعوة نعم للصلح لكن إخراج حفتر وقواته ربما إلى خارج طرابلس، لأن أعتقد أن العملية العسكرية على الميدان هي إخراج طرابلس من النفوذ النيران بشكل كبير من قوات حفتر إلى لا أعرف إلى النقطة التي هم يرونها عسكريا. بعد ذلك لابد من التواجد الحل السياسي. نعم أعتقد أن ستكون تركيا نعم في هذا الخضم، لأن صعب في النهاية يعني عندما نحن نقول المحور الثاني يعني هناك دول في النهاية، وأيضا مع هذه الدول لديك مصالح اقتصادية. يعني حتى مصر رغم كل هذه الخلاف بين تركيا ومصر الشديدين إلا أن التبادل التجاري بينهما زاد عن السنوات السابقة مثلا، لكن في النهاية يجب أن تقرأ السياسة مع الاقتصاد، وخصوصا الآن بعد جائحة كورونا. نسأل الله السلامة للجميع في هذه الحلقة للجميع. لابد أن تتغير الأمور الاقتصادية بعد ذلك، منها التبادلات التجارية والتبادلات الصناعية. هذا يتحمل على أن تكون الأمور السياسية مستقرة، لا يمكن البقاء هكذا. أتوقع أن 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 في النهاية سيكون هناك وجود للحل السياسي ما بين طبعا الإقليم الأول، يعني الإقليم الذي يدعم الوفاق، والإقليم الثاني أو المحور الثاني عفوا الذي يدعم المشير حفتر، لكن ضمن الدولة الليبية دون تقسيم. طب سيد بشار، يعني واقعية حديث البعض عن أو ربط البعض تغير خطاب الناتو، على الأقل أمينه العام ستولتنبرغ تجاه حكومة الوفاق وتجاه حفتر بات خطابه أكثر محاباة للحكومة المعترف بها دوليا. هناك من يربط هذا الأمر بصفقة كما يقال مرتبطة بوضع قاعدة الجفرة التي يمكن أن تكون موطئ قدم دائم يمهده الأتراك لحلف الأطلسي. نعم، هو للأسف مرة أخرى يعني هذا هو واقع السياسة. السياسة للأسف لا تحكمها المعايير الأخلاقية بقدر ما تحكمها المصالح الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية. ونعم قد يكون هذا يفسر، ولكن لا يحدث البوصلة. البوصلة هو الرغبة في عدم خروج هذا الصراع الداخلي والإقليمي في ليبيا وحول ليبيا إلى ما يهدد الأمن القومي للضفة الشمالية المتوسطة. هذه المسألة هي الكابوس الكبير. ومن هنا عندما تسرع أردوغان وتشدق بورقة اللاجئين وأنه لن يسكت عن هذه المعاناة وسيفتح أبواب الهجرة الشرعية وغير الشرعية عبر أراضيه لأوروبا، كانت ردة الفعل القوية من الجانب الناتو والجانب الأمريكي. وأيضا هذا يذكر، ويعني هذه مفارقة كبيرة، كيف أن القذافي عندما ببدايات الأزمة حذر وقال أكثر من سيدفع ثمن هذه المأساة وقد تنبأ بذلك وصدق في نبوءته، قال أن أوروبا هي التي ستدفع الثمن ودول الجوار، وهكذا بالفعل صدق في هذا الكلام. ليبيا تحولت
إلى بؤرة للإرهاب لطعن الشقيق المصري الأكبر في الظهر في 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 الإرهاب، وأيضا تحولت ضفاف الشمالية للمتوسط بؤرة مستهدفة من قبل كل الشرعية غير القانونية، كل هجرة غير القانونية وغير الشرعية عبر ليبيا إلى أوروبا. وبالتالي نعم أتفهم ذلك، الناتو سيحاول أن يعني يوصل رسالة إلى الطرف الذي ما زال شرعيا في ليبيا بأن بالإمكان إجراء نوع من التفاهمات والصفقات إن تم تهدئة الأمور وتم تفادي الصدام الدامي الذي تتأثر فيه دول الجوار أكثر مما هو جاري حاليا. نعم. طب سيد فراس، يعني بعد كل ما فعله الناتو، يعني البعض يلوم الناتو على ما يحدث في ليبيا والفوضى الحاصلة في ليبيا، يربطها البعض بتدخل حلف الناتو هناك، هل هناك فعلا صفقة تعد لها تركيا مرتبطة بإحداث موطئ قدم دائم للحلف في قاعدة الجفرة؟ يعني أعتقد هذا الموضوع يعني ممكن طرحه، لكن الآن لا يوجد دليل على هذا في هذا السياق. لكن هذا إذا أريد أن يصبح، لابد أن يكون هناك الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستضغط في إنشاء هذه الولايات، طبعا بالموافقة الحكومة القائمة التي كائنة من كانت في ليبيا. أيضا لا ننسى أن هل هذه القاعدة ستكون بموافقة الجميع الأطراف؟ يعني لا ننسى هناك مصر، هناك الجزائر، الجزائر التي أيضا لها تعاون أمني وعسكري كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا التي تقود الدفة الأوروبية، يعني الصراع الأوروبي كبير، بريطانيا وفرنسا، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لخلافات كبيرة، الآن خلاف أيضا في نفس الاتحاد بين إيطاليا وفرنسا، إذا لا يوجد توافق حقيقة في هذا السياق. كيف ستنشأ هذه القاعدة؟ أعتقد تحتاج إلى كثير من الجهد الدبلوماسي في كثير من الأمور، ولكن أراها بعيدة نوعا ما، ليست بهذه السهولة. ولكن دعوة تركيا لتواجد الناتو هي ربما رسالة رد على حملة إيريني التي قامت بها الاتحاد الأوروبي. إذن هناك هذا أقول أن هناك توافق أمريكي تركي في هذه في النقطة الليبية، لأن كثير من المؤشرات تشير إلى ذلك. وأخيرا أتوقع أن في النهاية سيكون هناك ضبط نعم للسلاح من لكثير من الأمور من أجل إيجاد صيغة للتواضع للحل السياسي الذي سيجلس عليه الكبار، لكن ليس بالعاجل القريب أتوقع ذلك. نعم، جزيل الشكر لكما ضيفي. قبل الختام أذكركم متابعينا بنتائج تصويتكم، النتائج كما تظهر على الشاشة. سألناكم هل يستطيع التحرك الأمريكي إعادة أطراف الصراع إلى المسار السياسي؟ 31% جابوا بنعم، 68% قالوا لا. التصويت مستمر على صفحتين تويتر والموقع. جزيل الشكر لضيفي الكريمين من اسطنبول الصحفي والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو، أشكر أيضا ضيفنا من واشنطن عضو الحزب الجمهوري بشار جرار، شكرا جزيلا لكما. فإذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى موضوع آخر، طيب المنى، في أمان الله.